وسهلا فيكم معنا بجلسة اليوم بعنوان ميزة ثنائية اللغة، مقدمة لكم من المنصة الدولية لخدمات الترجمة وتدريب اللغات مع المترجمة المجازة والمدربة الدولية ميساء بغدادي. أحاول جلستنا لليوم. أولاً، ماذا يعني أن تتعلم لغة جديدة؟ شو يعني أن نتعلم لغة جديدة؟ معيار اختيار لغتك الجديدة، على أي أساس نحن لازم نختار أن نتعلم هذه اللغة الجديدة؟ ثالث فكرة هي كيفية تنمية المهارات اللغوية، ورابع فكرة هي الأثر الإيجابي على حياتك أو على حياتنا ككل. ماذا يعني أن تتعلم لغة جديدة؟ إن تكلمنا لغة أخرى غير لغتنا الأصلية كفيل بأن يجعلنا ندرك عالماً آخر. فإذا الشخص اللي بيكون ثنائي اللغة، يعني بالإنجليزي bilingual، هو شخص قادر على التواصل بلغتين على الأقل، سواء هذا الشيء من الناحية اللفظية أو من الناحية الكتابية. هيدول الاثنين نحن بنعتبرهم تواصل نشط، اللي هن التحدث والكتابة، لأنه بتعطينا القدرة على التواصل. هلا بشكل خامل يلي هي الاستماع والقراءة، اللي هن بيحددوا قدرتنا على الفهم. يعني نحن لما نكون متعلمين لغة جديدة، نتعلم لغة جديدة وفق أربع معايير أصلاً نتقيم لما نحن عم تنقاس نسبة فهمنا وإدراكنا وقدرتنا على التواصل باللغة الجديدة وفقاً لأربعة معايير. طيب، المعيار الأول هو معيار التحدث، المعيار الثاني هو معيار الكتابة، المعيار الثالث هو معيار الاستماع، والمعيار الرابع هو معيار القراءة. أكيد الاستماع والقراءة هي مرحلة تسبق مرحلة التحدث والكتابة، لأنه نحن لما إذا بدي أعطي مثال، فينا نأخذ مثال الولد الصغير. الولد الصغير هو بيخلق، لا بيعرف يحكي ولا بيعرف يكتب، ولكن بيخلق عنده القدرة على الإدراك. فأول خطوة الولد بتعلم فيها هي القدرة على الاستماع. بعد ما يكون استمع لأهله شو عم يحكوا، لمحيطه وكيف عم يتواصل، أوكي، بعد ما يكون فوت هيدا الشيء ضمن الحواس، دخلوا على الإدراك، شاف شو عم بيقوله بعيونه وسمع بدينته. مثلا لما يقوله طاولة 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 طاولة، يعني عم بيشوف انه شكلها للطاولة، عم يسمع الصوت اللي على أساسه عم بيحدده انه هيدا طاولة. فإذن الاستماع والربط والإدراك هن أول فكرة. تاني فكرة، بعد ما يكون الولد صار عمره تقريبا شي 6 سنين، بصير عنده قدرة على بعد ما يكون فات على المدرسة وتعلم الأحرف إلى آخره، بصير عنده القدرة على القراءة. أكيد والتحدث، لأنه ما هو لطالما استمع أكيد التحدث بيكون قبل، يعني من عمره تقريبا 2.5 3 سنين بصير قادر الولد بالمحاكاة، يعني شو عم بيسمع وعم بيشوف وعم يربط يعمل إدراك، بصير يقول وراء أهله، يحكي مثل عم يحكي أهله، أوكي؟ بعدين بالمدرسة بتزيد عنده القدرة على الاستيعاب، وبصير معجمه يتطور، أوكي؟ المخزون اللغوي اللي عنده بصير يتطور، تمام؟ فبصير قادر أكثر على التحدث وعلى القراءة بلس على الكتابة من بعد التدرب بالمدرسة. فنحن لما نكون كبار، تمام، المفروض أنه نستخدم نفس البروسيجر اللي هم إدراك الكلمة عبر الصوت، عبر الصورة واللفظ والمحاكاة. هيدي الوسيلة هي وسيلة كتير فعالة وناجعة لاكتساب اللغة الجديدة بطريقة إذا بتكون متقنة، أوكي؟ وهذا الشيء اللي نحن بالإنجلفيليا معكم بنشتغل عليه. يعني أنتوا لما تكونوا مسجلين بكورس معنا، شو اللي بيصير؟ بناخد هيدا العلم بهيدا الطريقة، أوكي؟ بنحاول، يعني بتكون كأن استرجاع للطفولة شوي على كبر. فلأن النظم
اللي هي قائمة بس على إنه اقرأ الأحرف وهجيها واحفظ بدون ما أعمل روابط، ممكن تكون فعالة مع الشخص الكبير، مع الشخص البالغ الراشد، أوكي، يلي already بيكون عنده مخزون لغوي بلغته الأم، أوكي. ولكن هيدا الشيء حيعمل نوع من الصعوبة ورح ياخد مزيد من الوقت. فالمدرسة الجديدة بتعلم اللغة بتكون معنية بهذا الأسلوب، أوكي؟ اللي هو الأسلوب التفاعلي، الانجيجمنت اللي بيصير، الكونكشنز اللي بتنعمل بين الصورة والصوت، الاستماع، القراءة، وكمان الحفظ. فنحن بندمج كذا شيء مع بعضه لنوصلكم للهدف الأخير اللي هو إتقان اللغة. طبعاً هيدا الشيء ما بيصير بين ليلة وضحاها، يعني المينيموم ريكويرمنت لأنه يكون إنسان عنده مخزون لغوي بسيط بلغة معينة، أوكي، هو 6 أشهر. هذا طبعاً غير الكورسز اللي المفروض يخدم على الدفية، المفروض هو يتابع حاله. يعني نحن بنعطيكم البيسكس وبنعطيكم اكسترا ماتيريال، بنعطيكم سبورت، بنعطيكم سوبرفيجن، بنتابع معكم لحتى تقدروا بمرحلة معينة انكم توصلوا لهدفكم بأسرع فترة ممكنة، ولكن أسرع فترة ممكنة معقولة. يعني هو الفيديوهات بيقولوا لكم تعلم المباشر الألمانية في أسبوع وتعلم البولندية في 5 أيام، هيدول كوميرشال فيديوز بيبقوا لحتى أنتوا تفوتوا وتحضروا الفيديو وتقولوا واو ومدري شو. يعني روم wasn't built in a day، روما ما انبنت بنهار. يعني إذا الله سبحانه وتعالى خلق الكون ب6 أيام، فتخيلوا أنتوا. يعني هلا أوكي، أوقات القدرة الاستيعابية للشخص إذا كان عن جد إنسان كتير ذكي لغويا وأوريدي مكتسب كذا لغة قبل، في احتمال إنه إدراكه يكون كتير سريع وإنه روابطه الذهنية تكون عن جد كتير فعالة لدرجة إنه يقدر يستوعب الفكرة الجديدة والقواعد اللغوية الجديدة والأصوات و بشكل سلس وسريع، يعني مقارنة بغيره بيكون أسرع. بس ما في شيء اسمه أنه أنا ب3 أيام رح أتعلم ياباني، this does not exist ever. طيب هل فإذا مصطلح ثنائي اللغة بينطبق على الأشخاص اللي قادرين أنهم يتواصلوا بكل لغة من اللغتين ولو تفاوت هذا المستوى بيناتهم وشابتوا أخطاء بسيطة؟ بما معنى إذا كان شخص بعده بمرحلة الـ A1 يلي هيك المرحلة الأولى من تعلم اللغة الجديدة، هل يعتبر ثنائي اللغة ولا لا؟ بلا، يعتبر ثنائي اللغة، ولكن بنسبة هالقد قدرة، تمام؟ لأنه إدراكنا للغة الأجنبية يقسم إلى مستويات، أوكي؟ ومش كل الأشخاص عندهم نفس القدرة على التعبير، نفس المخزون المعجمي، مش كل العالم مثلاً عندهم permanent contact مع هيدي اللغة، إن كان على صعيد يعني on a daily basis، يعني مش كل الأشخاص بيتفاعلوا مع اللغات اللي بيحكون بشكل يومي، فهذا الشيء بيتفاوت. هلا ممكن شخص يكون بعده بمرحله الـ A1 معجمه هو بس معجم A1 ولكن يعتبر ثنائي اللغه، يعني مش ضروري يكون بيحكي اللغه الاجنبيه مثل ما بيحكي اللغه العربيه توتالي لا يعتبر بايلينجوال او ثنائي، اوكي. فثنائيه اللغه هي مستويات متفاوت. أول شيء، أكثر من نص سكان العالم يعتبروا ثنائي اللغة، وهذا الشيء لعدة أسباب. من ضمن الأسباب السياسية، ممكن يكون استعمار، مروا بمرحلة استعمار، ممكن يكون عندهم لغة قديمة بعدهم لهلأ بيتواصلوا فيها، وفي لغة رسمية بالدولة مغايرة للغتهم فبيتعلموها. مثلاً
عم نحكي بأفريقيا في كتير هيدا الشيء، مثلا اللغة الفرنسية عادة بتكون لغة رسمية بالبلد، بس كل ترايب يعني كل قبيلة إذا بتكون بعدها محافظة على تراثها الثقافي وبعدها بتحكي لغتها اللي خاصة فيها. مثلا بأمريكا اللاتينية كمان في قبائل مثل الأسيكاس بعدهم بيحكوا لهلأ لغتهم اللي هي المحافظة على ثقافتهم، ولكن بسبب انه اللغة الرسمية بالبلد هي الاسبانيول فبيحكوا اسبانيول. دونك في كتير اسباب بتخلي الشخص انه يكون ثنائي. هلا اذا نحن بعالمنا العربي الحاجة للغة الثانية منا حاجة، يعني اذا بتكون انه اللغة الرسمية بالبلاد منا اللغة اللي بنحكيها، لا، بس بالميدان العملي والوظيفي، بالميدان الدراسي، بميدان البحث، بميدان التواصل، أوكي، وبما أنه لغة الإنترنت ففي كتير جروح بالعالم العربي نحو تعلم اللغات الأجنبية، أبرزها اللغة الإنجليزية، أوكي، بالدرجة الأولى، درجة تانية أكيد اللغة الفرنسية، وفي بلدان عربية معينة مثل ليبيا مثلا تعتبر الإيطالية هي اللغة الأجنبية التانية بناء على أسباب تاريخية يعني وارتباطاتهم مع إيطاليا. أوكي، هلا عندنا حوالي 3.5 مليار شخص بيستعمل لغة أخرى لجانب لغته الأم لغرض التواصل مثل ما حكينا، وعادة أوكي بتكون بيكونوا هيدول الأشخاص اللي هن ثنائيي اللغة عندهم مميزات، تمام، على الصعيد العملي، على الصعيد الثقافي، على الصعيد العلمي، وعلى الصعيد الشخصي، ونحن رح نحكي عن كل هيدي المواضيع تباعا. أوكي، هلا Let's pretend إنه نحن، لنفترض إنه نحن بدنا نتعلم لغة جديدة، أوكي؟ طيب، شو هو المعيار اللي أنا على أساسه بختار هيدي اللغة الجديدة يلي بدي أتعلمها؟ أول شيء بدي أشوف أنا شو هدفي، يعني أنا بدي أتعلم مثلاً إنجليزي، أنا ما بعرف إنجليزي، طيب، شو الهدف من وراء تعلمي لهيدي اللغة الأجنبية؟ لأنه الصراحة أقول الموضوع بده صبر وبده مثابرة وبده متابعة وبده جهود وبده اجتهاد وبده تركيز. نحن اتفقنا انه تعلم اللغة الأجنبية ما بيكون هيك في غمضة عين، فبدنا نحدد هل نحن بدنا نتعلم هيدي اللغة الأجنبية بهدف الدراسة مثلا في الخارج، هل بدنا نتعلمها بهدف العمل، هل بدنا نتعلمها بهدف الثقافة والمتعة وصقل المهارات، هل نحن بدنا نتعلمها لأنه بهدف لم الشمل مثلا بدنا نتزوج شخص أجنبي وبدنا نتعلم لغته ونعرف نتواصل معه، أوكي، هل نحن بدنا نتعلمها بهدف التواصل، يعني مثلا هلأ بظل الانفتاح المعرفة في عالم بتحب تتواصل مع عالم أجنبي على الإنترنت، هل بس إنه بهدف التواصل والمتعة؟ فهل هو بهدف الثقافة والاطلاع بمعنى قراءة المقالات وقراءة الكتب بلغتها الأم؟ زين في أشخاص بيحبوا، أنتوا بتعرفوا إنه الأدب العالمي بيكون مترجم، يعني مثلاً اللي بده يقرأ فرانس كافكا ما ضروري يقرأ بالألمان، يعني بيقدر يقرأ بالفرنسي، بيقدر يقرأ بالإنجليزي، بيقدر حتى يقرأ بالعربي، بده يقرأ باولو كويلو مش ضروري يقرأ بالإسبانيول ولا بالإنجليش، بيقدر يقرأ بالعربي، لأنه يعني الأدب العالمي هلأ في حركة ترجمية يعني حاصلة بكل شيء، انترناشنال بوكس وهيك قصص إنه انترناشنال كلتشر. ففي أشخاص بفضلوا حتى هيك يعني يعيشوا أو بيعصوا القصة أو الرواية أو ياخذوا المعلومة من جذورها، يحبوا إنه يقروا باللغة الأم، فممكن هيدا يكون هدف. مثلا في أشخاص بهدف البحث والتنقيب بالأشياء اللي كتير قديمة، هيك عندهم حب الاطلاع التاريخي، بيتعلموا لغات عن جد غريبة مثلا مثل اللغة
اللاتينيين مثلا، انه هن جاي على بالهم يطلعوا على ثقافات الاغبرين يعني. فممكن هذا الشيء يكون هدف، وممكن هذا الشخص يكون بدافع انه الهوايه، هو بيهوى انه يتعلم لغه جديده. تمام. طيب هلا، والشغف والمثابرة كمان هن معيارين كتير كتير مهمين نحن وعم نختار هيدي اللغة. هل انت بتحب هيدي اللغة؟ في عالم مثلا بيتعلموا إيطالي لأنه بيحب كيف بتنحكى هيدي اللغة، عندهم شغف بطريقة لفظ الحروف، عندهم شغف بالثقافة مثلا الإيطالية، جاي على بالهم يتعلموها من هيك من أصلها، كيف بيحبوا الفن الإيطالي إلى آخره. تمام؟ وأكيد المثابرة يلي هي الالتزام، واتفقنا أنه مينيموم 6 أشهر لحين تكون عندكم المينيموم باز بهيدي. طيب فإذا نحكينا نحن أنه لما نحن بدنا ننقل لغة بدنا نحدد الأهداف، وقلنا أنه ممكن يكون بداعي الثقافة والاطلاع، ممكن يكون بهدف العلم، ممكن يكون بهدف صقل المهارات الشخصية، ممكن يكون بهدف السفر، لم الشمل، الهجرة، ممكن يكون بهدف البحث العلمي، وممكن يكون بهدف العمل. فكل شخص بده يحدد هدفه على هذا الأساس بيتعلم هذه اللغة. على فكرة تحديد الهدف كمان كتير مهم لحتى تعرفوا أنتو المينيموم ريكويرمنت هو قد ايه. مثلا اللي بده يتعلم برا ما بيقدر يتعلم اللغه بس في 6 أشهر ويتعلم برا، لازم يدرسها اكثر بعد. اللي بس هدفه لم الشمل بيقدر تقريبا يخلصها بين 6 و9 أشهر للخبرين. اوكي. اللي هدفه هو العمل، المفروض انه غير انه يتعلم القواعد اللغويه وطريقه اللفظ والمحادثه، في كورسز عندنا باللينغوفيليا اللي هي English for Specialized Purposes، اللي هو الانجليزي لغايات متخصصه. يعني انسان اذا كان متخصص بالسوسيولوجي، افترضوا انتو يعني علوم اجتماعي، طيب بياخد لكسيكولوجي مرتبطه بالعلوم الاجتماعيه. إنسان دارس علوم إسلامية، دراسات إسلامية، بياخد ترمينولوجي خاصة بدراسات إسلامية. أوكي. يعني هذا الشيء عم نحكي عنه نحن مثلا أنه بالميدان الوظيفة لتسي بدو يتواصل مع عالم أجانب، فهو مش رح بيعوز مثلا فوكابولير الطبخ، رح يعوز الفوكابولير اللي خاصه ب مثلا كل شيء بالعقيدة، بالفقه، هيدي الأمور. فكل شخص بده يحدد هدفه وبده يمشي على أساسه، بهيك تسهل عليه الأمور وبيختصر وقت، وبيكون حتى لو بذل جهد كبير بس بيكون عم يبذله بالطريق الصحيح، وهيدا الشيء يلي المفروض كلنا. طيب فإذا نحنا الخدمات اللي منقدم لكم إياها ومنقدر نساعدكم فيها من ناحية اللغات، عنا اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية. طيب شو الـ added value، يعني شو القيمة المضافة لما إنسان يتعلم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، غير السفر والمتعة والثقافة وكل هاي اللي حكينا عنه؟ هيدي دولتين أوكي، ومعهم دولتين حنشوفهم بعد شوي احنا بنقدر نساعدكم انكم تتعلموا لغاتهم. بيقدموا منح دراسيه وبيقدموا فرص عمل. ف من ناحيه اللغه الانجليزيه رح تفتح لكم ابواب بفرص العمل، رح تفتح لكم ابواب بالدراسه. باللغه الفرنسيه كذلك الامر. هلا بنجي على اللغه التركيه. اللغه التركيه هلا كتير في طلب على تعلمها بهدف الانفتاح الاقتصادي اللي صار موجود في كتير لبنانيين وعرب، صار عندهم يعني شركات، أملاك، وظائف هناك. فتعلم اللغة التركية بيساعد وبيساهم بالتواصل الفعال مع
أبناء هذا البلد. وأكيد تركيا كمان عم تقدم منح دراسية، ففي كتير أشخاص بيقدروا يستفيدوا من هذه المنح ويكفوا دراستهم الجامعية بتركيا. إيطاليا كمان منح دراسية ووظائف. كذلك الأمر إسبانيا وروسيا. أوكي؟ هلأ لكم شغلة زيادة عن الإسباني. الإسباني هي لغة شديدة الانتشار بالعالم، هي والإنجليزي، يعني هي ثالث لغة منتشرة بالعالم. أول واحدة هي الصيني نظرا لكثرة عدد الصينيين بالصين. ثاني واحدة هي الإنجليزية نظرا لأنها لغة الاقتصاد والتجارة. وثالث لغة محكية بالعالم من حيث الانتشار، وقديه هي لغة رسمية بكثير من البلدان. يعني نحن لما بنحكي أمريكا، أمريكا اللاتينية كلها من شمالها لجنوبها تحكي إسباني، حتى بالولايات المتحدة الأمريكية اللغة الثانية بالولايات المتحدة الأمريكية هي الإسباني. وكل هذه البلدان المجاورة، يعني عم نحكي إكوادور، سلوادور، بيرو، مكسيكو، فنزويلا، باراغواي، أورغواي، كل هذا بيحكي شو إسباني، أكيد زيادة على هيك إسبانيا، وهي اللغة الرسمية بكل هدول البلدان. بأمريكا في بلدان بس بيحكوا برتغيز، اللي هن البرتغال، سوري البرتغال بأوروبا، البرازيل. أوكي، سو البرتغال والبرازيل بيحكوا برتغيز. باقي البلدان كلهم اللي بأمريكا بيحكوا إسبانيول، فهي لغة عن جد منتشرة. والثقافة يلي بيحب يتعلم إسبانيول يلا متركولت. هلأ نحن كيف بنقدر نفعل هيدي المهارات، ننمي هيدي المهارات؟ أول شي عبر القراءة. إذا أنا بدي أتعلم لغة جديدة شو لازم أعمل لحتى أقوي حالي بهيدي اللغة الجديدة؟ قراءة مثل ما اتفقنا، الكتابة، تواصل، الاستماع. شو الأثر الإيجابي لفكرة الثنائية اللغوية لما شخص بيتعلم لغة أجنبية؟ هذا الشيء شو المردود الإيجابي اللي بيصير بحياته؟ أول شيء بتعلى كتير قدرته على التواصل والبحث عبر الإنترنت، بيزيد ذكائه اللغوي، وهذا الشيء رح يأثر على كمان ذكائه الاجتماعي والذكاءات الأخرى. أوكي، التقدم الوظيفي والبحث العلمي والدرس. أوكي، تعزيز الثقة بالنفس. أثبتت الدراسات إنه تعلم اللغة الأجنبية بتعزز ثقة الإنسان بنفسه، لأنه بتكبر قدرته على الإنجاز. تمام، وكمان بتحسن الذاكرة، لأنه نحن قبل ما نتعلم لغة أجنبية بنكون عم نحفظ معجم جديد، فلما نحفظ معجم جديد نحن عم نشغل عقلنا. طبعا أكيد في الصيح، يعني بشقيه الأيمن والأيسر، فهذا الشيء أكيد رح ينعكس إيجابا على قدراتنا العقلية، رح ينمي عنا قدرة التركيز، رح ينمي عنا الذاكرة. شكرا كثير لمتابعتكم لنا، نتمنى تتابعونا على وسائل التواصل الاجتماعي. ممكن تحكونا على واتساب للاستفسار عن كل الخدمات يلي بنقدمها. فيكم تزوروا موقعنا www.lingofilia.com. اهلا وسهلا فيكم، شكرا للمتابعه. اذا حبيتوا الفيديو اعملوا شير وسبسكرايب، ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.